سلاح الجو الإسرائيلي قام بضربات موسعة تجاه تحركات إيران التي جرت بشكل مكثف في الفترة الأخيرة في الداخل السوري، وهذه الضربات طبعا هي كلها جاءت فجر هذا اليوم بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، أكدت بأن الضربات الإسرائيلية هي جاءت كلها من اتجاه بحيرة طبرية بهذا الاتجاه. هنا باللون الأزرق كما ترون هي طبعا الجولان، وكذلك باللون الأحمر هي الأراضي السورية التي تسيطر طبعا عليها الحكومة السورية، وكذلك هنالك تواجد معروف جدا للفصائل المسلحة الموالية لإيران. هذه الضربات جاءت بهذا الاتجاه بحسب وكالة الأنباء السورية التي أكدت. طبعا هنا دمشق العاصمة السورية، والضربات جاءت على محيط دمشق بشكل عام، وكذلك أكدت الوكالة السورية الرسمية بأن الدفاعات كانت حاضرة في اصطياد بعض هذه الصواريخ الإسرائيلية التي هاجمت العاصمة السورية دمشق، وكان هنالك قتلى، 4 قتلى بالإضافة إلى 3 جرحى من الجيش العربي السوري. ولكن المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف تفاصيلا أكثر حول هذه العملية وحول ما جرى، وما أكده طبعا المرصد السوري بأن هذه الضربات الإسرائيلية التي جاءت من اتجاه الجولان هي جاءت تجاه كل هذه النقاط الزرقاء التي ترونها، التي هي تتمثل بقواعد أو بمخازن للأسلحة تابعة إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، والتي تتواجد فيها العديد من الصواريخ والذخائر الإيرانية التي وصلت مؤخرا إلى سوريا. وهذه طبعا النقاط الزرقاء هي تتمثل بعدد من المناطق الاستراتيجية المهمة القريبة طبعا جدا من دمشق، وطبعا هي في ريف دمشق بشكل عام، واحدة من النقاط هنا بالقرب من مطار دمشق الدولي، وتحديدا إلى جبل قريب منها تمت هذه الضربة على مسافة 107 كيلومترا، بالإضافة إلى الضربة الأخرى التي جاءت على الكسوة هنا، وكذلك ضربة أخرى على صحنايا، وكذلك ضربة أخرى هنا في منطقة السومرية، وتحديدا في جبل السومرية التي هي قريبة من اللواء 100 التابعة إلى الجيش السوري، القريبة أيضا من منطقة السومرية. كانت هذه الضربة كبيرة للغاية بكل تأكيد، وبعد ذلك أيضا الضربة الأخرى والأخيرة هي جاءت بالقرب من قدسية بهذا الاتجاه. وبالتالي نحن نتحدث عن 5 نقاط هي التي ضربت فجر هذا اليوم، وسمعت 12 انفجارا بشكل هائل بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، وبأن هذه المخازن للأسلحة والذخائر دمرت بشكل هائل، ليست واضحة حتى هذه اللحظة الصور من الأقمار الصناعية، مما تم بكل تأكيد كون أن هذه الضربة حديثة وحديثة للغاية. ولكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا أكد بأن القتلى هم جاءوا على مستوى 9 قتلى بسبب هذه الضربات، وكذلك 8 جرحى، ومن 9 قتلى هؤلاء كان هنالك 5 ممن هم حاملي الجنسية السورية أو من السوريين، أما البقية فهم من الفصائل التابعة لإيران أو الموالية لإيران، قد يكونوا لبنانيين قد يكونوا عراقيين بشكل عام. وبالتالي هذه الضربات كانت هي واحدة من الضربات المكثفة للغاية، وأيضا كانت هنالك بعض الصور ولقطات القادمة لهذه الضربات التي طبعا نتحدث عنها، وهذه واحدة من الضربات التي جاءت بهذا الشكل كما نلاحظ، ضربات مدوية هي خارج بعيدة عن المناطق السكنية، لهذا لا تأتي منها الكثير من التفاصيل. هنا المنظومات الدفاعية الجوية السورية كانت حاضرة في عملية التصدي إلى هذه الضربات طبعا الصاروخية الإسرائيلية كما نتحدث، وبالتالي كانت مواجهة عالية للغاية، لم تكن مواجهة سهلة، بل إن كانت هنالك إحدى الصور التي انتشرت إلى اللواء 110 الذي تحدثنا عنه، والذي هو طبعا قريب من الجبل الذي ضرب وهو جبل السومرية كما تلاحظون. هذه الصورة تأتي من هذه المنطقة التي ضربت، والتي أكدت بعض الأنباء المتداولة بأن أغلب الذين قتلوا في هذه الضربات الإسرائيلية التي تحدثنا عنها بحسب المرصد السوري طبعا قتلوا 9 كما تحدثنا، هم قتلوا في هذه الضربة أغلبهم طبعا وليس الجميع. ولكن كانت هنالك أنباء مثيرة قادمة من الانتل سكاي، من مصدر إيراني تحدث بأن الضربات الإسرائيلية هي استهدفت إحدى أهم من الأسلحة المتطورة الموجودة في سوريا، وهذه الأسلحة هي تابعة إلى الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما قاله الانتل سكاي. مصدر إيراني كشف لانتل سكاي تم تدمير أحد أحدث أسلحة الحرب الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويطلق عليها ADA2 أو ADA2 في الضربة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.
وبالتالي هذه طبعا معلومة مثيرة وستكون واضحة في الفترة القادمة مما ممكن أن يجري ومما حدث. ولكن السؤال، لماذا جاءت الضربة بهذا الشكل؟ بسبب الشحنات الكثيرة، شحنات السلاح الكبيرة التي جاءت في الفترة الأخيرة إلى العاصمة السورية دمشق، وواحدة منها على سبيل المثال هي جاءت بهذا الشكل. بالنسبة إلى طائرات، نتحدث عن خطوط قشم التابعة للحرس الثوري الإيراني، في 20 أبريل الحالي ظهرت هذه الطائرة وهي تحلق بهذا الشكل متعدية طبعا، وتحلق فوق الأجواء العراقية مباشرة إلى مطار دمشق الدولي. وطبعا هذا هو التسجيل الخاص كما تلاحظون، 20 أبريل. وكذلك بمعدل يومين في 23 أبريل جاءت طائرة أخرى أيضا، هي طائرة من خطوط قشم التابعة للحرس الثوري الإيراني، حلقت بهذا الشكل كما تلاحظون، وصلت إلى دمشق، شحنت السلاح، وهنا كما تلاحظون قشم فارس من التسجيل الخاص بها، وهنا مسجل 23 أبريل. وبعدها أيضا جاءت أيضا طائرة أخرى لتظهر بهذا الشكل قادمة من طهران بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، وهي أيضا من قشم فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني، ولكن هذه المرة في 26 أبريل. وهذا ما استنفر طائرات الاستخبار الإلكترونية الإسرائيلية التي هي طبعا تابعة إلى السرب 122 الإسرائيلي، ونتحدث هنا عن طائرات النحشون شافت والنحشون إيتام كما تلاحظون، سجلت على الأقل يوم الأحد في 24 أبريل. لاحظ بأن هنالك تسجيل للطائرات الاستخبار الإلكترونية، سجلت هذه الطائرات جميعها، وكما نلاحظ هنا بأن الأرقام تمثل بالنسبة إلى 537، كل رقم يبدأ برقم 5، هذه الطائرة هي من نوعية نحشون إيتام. أما بالنسبة إلى البقية التي هي تعتبر 684 أو 676 بشكل عام، أي رقم أو أي طائرة تسجل بالرقم 6 هي من النحشون شابت، هي كانت تحلق بهذا الشكل وتراقب كل شيء يوم الأحد، ولكن يوم الاثنين التحليق أصبح مكثفا من طائرات الاستخبار الإلكترونية الإسرائيلية. كما نلاحظ النحشون شافت، النحشون إيتام، حلقت بهذا الشكل المكثف كما نلاحظ في 25 أبريل، أي يوم الاثنين بعد يوم واحد فقط. وبالتالي بمجرد النظر إلى هذه الطائرات التي طبعا نشرت تسجيلها بشكل كامل الانتل سكاي، توضح بأن إسرائيل لاحظت شيئا قادما من طائرات الشحن الإيرانية، وهو شيء ليس عادي أبدا. وكذلك يوم الثلاثاء أيضا استمرت هذه طائرات الاستخبار الإلكتروني لتظهر بهذا الشكل حتى وصلنا إلى يومنا هذا في الساعة الأولى، وخلال الساعة الأولى من فجر هذا اليوم جاءت الضربة التي نتحدث عنها، وطبعا ظهرت يوم الأحد أيضا. بالنسبة لطائرات الاستخبار الإلكتروني كما تحدثنا، هي ظهرت بهذا الشكل وهي تراقب كل صغيرة وكبيرة مما هو قادم بهذا الشكل إلى دمشق كما تلاحظون بهذه الطريقة، هي تراقب دمشق، تراقب جنوب دمشق، تراقب كل هذه النقاط التي تحدثنا عنها والتي استهدفت فجر هذا اليوم. وطبعا يوم الاثنين نلاحظ أن يوم الاثنين اختلف تماما من التحليق المكثف لطائرات الاستخبار الإلكتروني، مراقبة عالية جدا، وجاء يوم الثلاثاء لتحلق بهذا الشكل المكثف، وكما تحدثنا جاءت الضربة طبعا فجر هذا اليوم. من أين تحلق طائرات الاستخبار الإلكترونية ترى؟ أي من هذه النقاط هي تحلق منها؟ إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي لكي نتعرف على هذه المنطقة التي تحلق منها طائرات الاستخبار الإلكتروني، ونتوجه مباشرة إلى إسرائيل وتحديدا إلى جنوب إسرائيل، فإن هذه القاعدة وهي قاعدة نيفاتم الجوية، وطبعا إذا ما ابتعدنا منها هي التي تحلق منها طائرات الاستخبار الإلكتروني. دعونا بهذا الشكل نحاول التعرف على هذه القاعدة التي تحدثنا عنها، التي تأتي طبعا بهذا الاتجاه تقريبا. طبعا هنا كما نلاحظ هذه هي، وهذا هو مفاعل ديمونا الإسرائيلي المعروف. القاعدة تبعد ما يقرب طبعا 24 كيلومترا فقط بهذا الاتجاه من هذا المفاعل المهم. وكذلك هنا كما تلاحظون البحر الميت، وبالتالي هذه القاعدة التي تنطلق منها طائرات الاستخبار الإلكتروني هي تبعد ما يقارب 42 كيلومترا، وعادة طائرات الاستخبار الإلكتروني هي طبعا تحلق بهذا الاتجاه للقيام بالرقابة التي تحدثنا عنها طبعا بكل تأكيد. ودعونا الآن نبتعد قليلا بالقمر الصناعي لكي نرى صورة أوضح.
لهذه القاعدة وكيف تتحرك طائرات الاستخبار الإلكتروني طبعا الإسرائيلية، وبالتالي المنطقة التي تحدثنا عنها تقريبا تأتي بهذا الاتجاه، وبالتالي بالنسبة لطائرات الاستخبار الإلكترونية كما كان واضحا هي تحلق بهذا الاتجاه وتستمر بعملية الدوران، في بعض الأحيان تقترب من بحيرة طبرية أو غيرها وتأخذ خطوطا مستقيمة بهذا الاتجاه كما لاحظنا، وبالتالي هي تراقب من على مسافة. هنا طبعا كما تلاحظون دمشق، وهذه هي الجولان التي تحدثنا عنها طبعا بكل تأكيد، وبالتالي الرقابة طائرات الاستخبار الإلكتروني تأتي على مسافة 200 كيلومتر أو 182 كيلومترا تقريبا، وهي قادرة على تجميع جميع المعلومات التي تبحث عنها، وكذلك هي بهذا الشكل عندما تحلق تراقب ما يجري في هذه المياه في البحر المتوسط، ما هو قادم من إيران. عادة تأتي الشحنات النفطية الإيرانية بهذا الاتجاه وتتقدم، تحاول عملية وتقوم بعملية التفاف بسيطة لتصل إلى سوريا وإلى مثلا ميناء اللاذقية على سبيل المثال، وبالتالي النحشون شابت والنحشون إيتام دائما ما تحلق وتراقب، وعندما تحلق بشكل مكثف دائما عليك توقع بأننا أمام ضربة واضحة قادمة من الممكن أن تكون مؤثرة. هذه الضربة طبعا هي تأتي في ظل تطورات كبيرة جدا، هي تأتي على مستوى ما يجري في المفاوضات النووية. طبعا هذه المفاوضات النووية بحسب عدد من الدبلوماسيين الذين صرحوا إلى جيروزلم بوست، كان هنالك أيضا تصريحات إلى موقع أكسيوس الأمريكي تتحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس خيار فشل المفاوضات النووية وخيار التصعيد من هذه الفصائل المسلحة الموجودة في سوريا أو في العراق أو غيرها، وأيضا تحول إيران إلى قوة نووية. ولكن هذا الأمر تغير تماما في الساعات الأخيرة من يوم أمس عند استجواب لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضغطوا عليه كثيرا في الأسئلة، ضغط الحزب الجمهوري بشكل كبير حول ما يجري في هذه المفاوضات النووية، ولكن كان لديه رأي مثير للغاية يعيد الحياة إلى هذه المفاوضات، يعيد الحياة إلى العودة إلى الاتفاقية النووية. هو قال بصريح العبارة لهم في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن علينا العودة إلى الاتفاق النووي. انسحاب دونالد ترامب من الاتفاقية النووية لم يؤدي إلى أي نتائج إيجابية، إيران رفعت من تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، هي أصبحت قريبة جدا من الوصول إلى القنبلة النووية، بل إن أيضا الفصائل المسلحة الموالية لإيران ازدادت أعدادها، وكذلك بأنها أصبحت هجماتها أكثر ب400% مما كان عليه الوضع عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن هذه الاتفاقية النووية. وطبعا بعدها جاء اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني وارتفعت كل هذه الهجمات، وبالتالي هو يرى بأن لا حل أمامنا إلا العودة إلى الاتفاقية النووية. دعونا نعود إلى الاتفاقية النووية، دعونا نضمن بأن إيران لا تصل إلى القنبلة النووية، لأنها من الممكن إن لم تنجح هذه الاتفاقية ستصل إلى القنبلة النووية، ستتصاعد العمليات للفصائل المسلحة الموالية لإيران، قد تكون بنسبة حتى أعلى من 400% التي نتحدث عنها، وبالتالي العالم بخطر. دعونا نعود، دعونا نضمن عدم وصول إيران إلى القنبلة النووية، وبالنسبة إلى الفصائل المسلحة نحن قادرون على ضبط ما ممكن أن تفعله وأن تقوم به الفصائل المسلحة أو ما يوجه به الحرس الثوري الإيراني لهذه الفصائل. وهذه التصريحات لأنتوني بلينكن هي تأتي بعد نقاشات وحوارات استراتيجية، حوار استراتيجي تم في العاصمة الأمريكية واشنطن مع الوفد الإسرائيلي الذي طبعا كان يقوده مستشار الأمن القومي الإسرائيلي طبعا، من أجل مناقشة كل هذه التفاصيل التي نتحدث عنها بكل تأكيد. وهذه التفاصيل وأهميتها تأتي أيضا بتأكيد قادم من المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، هي أيضا صرحت في نفس اليوم وقالت بأن علينا الحذر، لأن إيران أصبحت الآن كانت على بعد أكثر من سنة من الوصول إلى القدرة التي تمكنها من الوصول إلى القنبلة النووية، الآن هي أصبحت على بعد أسابيع فقط، وبالتالي الأمر خطر وخطر للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إسرائيل هي مستعدة لمثل هذا السيناريو منذ العام الماضي، منذ أكتوبر الماضي نشرت وول نيوز بهذا الشكل بأن إسرائيل أنشأت قاعدة خاصة تعمل بشكل مكثف على معرفة كل صغيرة وكبيرة تجري في المنشآت
المنشآت النووية الإيرانية حتى وإن كانت هي داخل الأرض وفي أعماق الأرض في منشأة نطنز أو غيرها، مهمتها الخاصة هي مراقبة الأمور النووية التي تجري. وكان هنالك تصريحا مثيرا في أكتوبر الماضي يجب أن ننتبه إليه من أحد الضباط، وقالت والا نيوز هنا يستخدم الخبراء في هذه القاعدة الذكاء الاصطناعي لتعزيز وتحسين جمع المعلومات عبر خوارزميات متطورة. وقال ضابط كبير في الموقع أن لدى إسرائيل معرفة معمقة حول ما يجري داخل المشروع النووي الإيراني، وبالتالي واضح أن إسرائيل ستفعل هذه القاعدة بشكل مكثف في الفترة القادمة من أجل معرفة ما ممكن أن يجري وما ممكن أن يتم بعد العودة إلى الاتفاقية النووية ومراقبة ما ممكن أن تهدف إليه إيران في الفترة القادمة.